ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، ففتح به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالتذلل لعظمته، سجدت له جميع مخلوقاته، وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وندعو الله العلي الكريم أن يكون جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، ومن هذا البيت الكريم، من رحاب مسجد الصابرين بقرية ميد بشار مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الوالد الكريم الحاج فتحي شعبان، ومن ولديه بارك الله فيهما الأستاذ حمادة فتحي شعبان والأستاذ شعبان فتحي شعبان. ندعو الله العلي الكريم أن يبارك في هذه العائلة الكريمة، وأن يديم عليهم الأفراح. ونحن نحتفل في هذا اليوم الكريم في بداية هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. سلام على بدر أتم فسلم، فأخفى شعاع الشمس حين تبسم، ولما بدا رسول الله في ظلام الليل وانجلى، أضيء به الكون بعد أن كان مظلما. فقلت لها يا نوق أين دياره، فقالت أرض البقيع وزمزم.
قلت لها ينوق أنبع الزلال بكفه؟ قالت نعم، وروى العطاش من الظمأ. اللهم زدنا في الحبيب محبة، لو ذاقها الكافر طبعا أسلم. فقلت لها ينوق ما الاسم؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. فأتنا إخوة الإيمان والإسلام، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحاج فتحي شعبان والأستاذ حمادة والأستاذ شعبان، أرحب بحضراتكم جميعا في هذه الليلة القرآنية المحمدية المباركة، وندعو الله العلي الكريم أن يرحمنا بالقرآن، وأن ينصرنا بالقرآن، وأن يشفع لنا بشفاعة القرآن، وأن يشفي أمراضنا ببركة القرآن، وأن يكون الرسول الكريم شفيعا لنا عند ربنا، وأن نشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. أرحب بحضراتكم جميعا، وأرحب بعائلات غطاس الذين أتوا إلى هنا من جميع أنحاء الجمهورية، من نبروه وكفر الشيخ والغربية وكفر المحروق والفيوم والمنيا والقليوبية والبحيرة والإسكندرية والوادي الجديد، وأيضا من المعمورة ومن الصعيد، بالنيابة عن الحاج فتحي شعبان أرحب بحضراتكم جميعا. ويحضر معنا هذه الاحتفالية المباركة أيضا دكتور محمود غطاس، كما يحضر معنا الحاج محمد البنا غطاس عمدة الحمول، والحاج السيد البنا غطاس، والحاج هاشم البنا غطاس، والشيخ يوسف إمام مسجد الصابرين بهذه القرية، مسجد الذي بناه ويقوم على رعايته الحاج فتحي شعبان بارك الله فيه. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، وعند تنظيم هذه الاحتفالية المباركة دائما وأبدا يكون الحاج فتحي والأستاذ حمادة والأستاذ شعبان يكونوا دائما حريصين أن تخرج هذه الاحتفالية بصورة تليق بحضراتكم أيها الضيوف الأعزاء. فمعنا قارئا في هذه الاحتفالية المباركة علم من أعلام القراء والقراءة بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الخلوق الشيخ محمد عبد البصير، ومعنا متحدثا علم من أعلام الكلمة فضيلة الدكتور الشحات عزازي، ومعنا مبتهلا كروان المبتهلين بالإذاعة المصرية فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. نرحب بحضراتكم جميعا في هذه الليلة القرآنية المحمدية المباركة، وندعو الله العلي الكريم أن نلتقي دائما وأبدا على حب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في أصحاب هذه الدعوة الكريمة. نبدأ هذه الاحتفالية المباركة بهذه التلاوة العطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. ندعو الله العلي الكريم أن يوفقه وأن يرزقنا جميعا حسن الاستماع، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله رسول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار محمد رسول الله محمد رسول الله محمد
يا رب. ميلاد طه افضل الاعياد. الله اكبر عليك يا ست. الله رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رحماء فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ب
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وليس بقول بشر. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير القارئ بالإذاعة والتلفزيون. وكانت خير بدء لهذه الليلة القرآنية المحمدية المباركة والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة ومن هذا البيت العامر رحاب مسجد الصابرين ومن منزل الحاج فتحي شعبان بقرية ميت بشار مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وجئنا الى هنا احتفالا واحتفاء بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. حبه عين الكمال، جاهه عال وغالي، صحبه خير الرجال، بايع الهادي محمد. خير خلق الله أحمد، كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يعشق محمد. بحر علم الله طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. هذه الدنيا كساعة، اجعل الأعمال طاعة، واشتري خير بضاعة زيارة الهادي محمد. كل من زار المقام فالنبي رد السلام، يعرف الخلق تماما، ابشروا زوار محمد. روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين، ابشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، جئنا الى هنا بدعوة كريمة من الحاج فتحي شعبان ومن ولديه بارك الله فيهما الاستاذ حمادة والاستاذ شعبان. وبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحاج فتحي واولاده ارحب بحضراتكم جميعا وندعو الله العلي الكريم ان نلتقي دائما على حب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يا سيد السادات جئتك قاصدا، ارجو رضاك واحتمي بحماك.
والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، وبحق جاهك إنني بك مغرم، والله يعلم أنني أهواك. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ حقا، وما خلق الورى لولاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي فينا سألت شفاعة، ناداك ربك لم تكن لسواك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله.